لا لا يجوز. يعني الآن بعض الناس أحسنت بعض الناس الآن شبه شماتة يشمت بأهل غزة، وإنهم يقول أو والعياذ بالله أنه بلغني أن البعض قد يقول يعني زين سوون فيهم اليهود، خيرا صنعوا. هذا عوذ بالله، هذا خطر على بقاء الإيمان في ديني في قلبي. هذه ردة. الإنسان يفرح بانتصار الكفار على المسلمين، هذه ردة، ردة عن دين الله تبارك وتعالى. بد الولاء والبراء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يجب أن يتولى المؤمنون بعضهم بعضا، لا يجوز أن نفرح لقتل اليهود للمسلمين، أعوذ بالله. هذا لا يفعله ولا يقوله ولا يفرح به إلا من ختم على قلبه بالكفر والعياذ بالله. هذه ردة، أن يفرح الإنسان بقتل المسلمين ومن يقتلهم الكفار والعياذ بالله، هذا لا يجوز.